خلونا دلوقتي نروح لمحمود جميل من العالمين الجديدة واللي هيقول لنا آخر الأخبار والفعاليات من قلب المهرجان. مساء الخير عليك يا محمود، نحب كده تحكي لنا بالتفاصيل إيه اللي بيحصل عندك، أنت وراك رالي السيارات. مساء الخير عليك يا بسنت، ومساء الخير على كل السادة المشاهدين، برحب بيكم من مدينة العالمين الجديدة. يمكن في بداية الحلقة طبعا كنت بتتكلمي على الفعاليات المتنوعة الموجودة في مهرجان العالمين الجديدة. الحقيقة الفعاليات يعني ما بتخلص الحقيقة، لكن خلينا طبعا نبدأ بالفعالية الأهم النهاردة واللي احنا موجودين فيها، وهي فعالية رالي السيارات الكهربائية إيفر التابعة طبعا لوزارة التعليم العالي. ويمكن المسابقة هي يعتبر المسابقة الأكبر فعلا زي ما انت كنت بتتكلمي ان هي الأكبر في الشرق الأوسط، والحقيقة في أجواء جميلة النهاردة موجودة، وفي رسائل كتير جدا في مسابقة رالي السيارات. يمكن احنا كنا متواجدين من صباح اليوم مع الطلاب المشاركين وهم بيستعدوا خلاص ان هم اللمسات الأخيرة، وطبعا بيشيكوا على كل العربيات وبيعملوا التست الأخير، فيعني كانوا بيستعدوا طبعا لانطلاق السباق في منطقة اليو أرينا. خليني الأول أكلمك على إن الحقيقة إدارة المهرجان هنا يعني كان عندها فعلا بعد نظر في فكرة المنطقة اليو أرينا، إن هي تكون موجودة بمساحتها اللي موجودة دلوقتي وفي المنطقة الجديدة. اليو أرينا دلوقتي الحقيقة بتستضيف أكبر الفعاليات اللي موجودة في مهرجان العالمين الجديدة، يعني بنتكلم على الحفلات الفنية اللي موجودة طبعا على الجانب الآخر، واللي طبعا بكرة هيكون فيها سعاد مسي و هيكون حمزة نمرة ومسار إجباري. لكن الجانب الآخر من اليو أرينا النهاردة بيتم تجهيزه لاستقبال طبعا ختام النسخة الخامسة من رالي السيارات الكهربائية. دي النسخة الخامسة للمسابقة. خلينا أقول لكم الأول إن المسابقة دي بدأت في 2017 وكانت النسخة الأولى لها في 2018، وطبعا نجاح المسابقة وصلنا دلوقتي للنسخة الخامسة. لكن النسخة الخامسة مميزة جدا طبعا، أولا لوجودها في مدينة العالمين الجديدة وعلى هامش فعاليات مهرجان العالمين الجديدة، وتشرفت اليوم طبعا المسابقة بحضور دولة رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء والمسؤولين وقيادات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. خلينا أقول لكم إن المشاركين في المسابقة بنتكلم على 43 فريق من 28 جامعة بمشاركة أكثر من 700 طالب من مختلف الجامعات المصرية، جامعات حكومية، جامعات خاصة، جامعات أهلية. الحقيقة في مشاركة كبيرة جدا من الطلاب في المسابقة دي. خلينا أقول لكم إن الهدف من المسابقة هي تسليط الضوء طبعا على المواهب اللي موجودة في كليات الهندسة في الجامعات المصرية، ولكن بشكل أكبر على توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر. وده طبعا النهاردة من خلال كنا بنتكلم مع الطلبة وبنكتشف النماذج اللي موجودة، حقيقة قد إيه في نماذج مشرفة وفي نماذج يعني تفرح جدا في الجامعات المصرية وفي كليات الهندسة فيما يتعلق بصناعة السيارات الكهربائية. المشاريع اللي بتتقدم، التصميمات اللي بتتقدم للسيارات اللي موجودة، التنفيذ طبعا، الدعم طبعا المقدم من الدولة ومن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ويمكن وجود رئيس مجلس الوزراء اليوم وعدد كبير من الوزراء بيؤكد على مدى اهتمام الدولة بفكرة صناعة السيارات الكهربائية ودعم طبعا المشروعات الخاصة بالطلبة. خلينا أقول لك إن يعني اللي هتكون موجودة هي أولا الجوائز 1,000,000 جنيه هتتوزع على المراكز الثلاثة اللي هيفوزوا، المركز الأول والثاني والثالث. الجوائز مش بس على السباق، لكن الجوائز كمان هتكون على التصميمات المختلفة للسيارات من مختلف الجامعات المشاركة، هتكون كمان في فكرة ريادة الأعمال والابتكار. عايز أقول لك إن تقريبا يعني في تشجيع وفي حالة تنافسية شديدة جدا هنا الحقيقة. كل الجامعات المشاركة، كل الطلاب جايين بيساندوا زمايلهم من الجنب اللي بيخوضوا طبعا السباق، وكلهم مبسوطين موجودة في مدينة العالمين الجديدة. يعني حتى لما كنت بتكلم مع المتسابقين أو مع الطلبة المشاركين، إيه المميز في النسخة الخامسة وفي عدد كبير منهم شارك في النسخ السابقة؟ فكان بيتكلم طبعا ان في تجهيزات كبيره جدا موجوده هنا، وان المسابقه او النسخه الخامسه تقام على ارض مدينه العالمين الجديده. هم مبسوطين طبعا بالاجواء في مدينه العالمين الجديده وان هم يكونوا موجودين ويفكروا طبعا في فكره صناعه السيارات
وسط الأجواء الساحرة لمدينة العالمين الجديدة والأجواء التنافسية اللي موجودة بين الطلاب. خليني أقول لكم كمان إن في دور كبير مهم جدا للشركة المهمة على أرض مدينة العالمين، وكل التسهيلات والدعم اللي بيقدم من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لكل الطلاب ولوزارة التعليم العالي، وده طبعا مش التعاون الأول. يمكن احنا شفنا من بداية مهرجان العالمين الجديدة مدى التعاون الكبير اللي بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وما بين الشركة المتحدة في تواجد أكبر عدد من الجامعات والطلبة في مشاركتهم في مهرجان العالمين الجديدة. يعني النهاردة موجودين في رالي السيارات، طبعا الايام السابقه كان في مشاركه في الفعاليات الرياضيه على ملعب كره القدم الخماسي، مشاركه في الفنون التشكيليه، ومدى تجسيد الجمال اللي موجود في مدينه العالمين الجديده سواء الجمال العمراني او السياحي، تجسيد الجمال ده على طبعا رسوماتهم المختلفه من خلال الفن التشكيلي، ووجود طبعا بعض الحفلات اللي كانت بتقام في المسرح الروماني من خلال طبعا الجامعات، وكان اخرها امبارح كورال جامعه الاسكندريه اللي كان موجود وبيحيي حفل فني جميل في المسرح الروماني في المدينة محمود. لكن خليني نرجع بس للرالي الشركة المتحدة وزارة التعليم العالي. أكيد أنا عايز أسألك، لأن إحنا شايفين من وراك دلوقتي أو كنا شايفين على الشاشة من شوية العربيات اللي مصنعينها الطلبة، إحنا بنتكلم هل العربيات دي هم مصنعينها من البداية خالص؟ يعني العربيات اللي قدامنا دي قام بتصنيعها طلبة مصريين؟ فعلا يا بسنت، يعني لما كنت بتكلم معاهم التصميم من الطلبة المصريين والتنفيذ طبعا من الطلبة المصريين بدعم طبعا ومساعدة من يعني بعض الجهات المصرية وبعض طبعا الجهات اللي بيكونوا موجودين معاهم أثناء التنفيذ أو الدعم حتى اللي بيقدم من وزارة التعليم العالي. لكن العربيات اللي احنا شايفينها قدامنا دي وماشية هم اللي مصنعينا، دي عربيات صنع يعني صنعت في مصر، ده اللي أنا عايز أقوله. بالظبط، السيارات دي هي اللي موجوده فعلا دلوقتي. وخليني يعني كمان يعني الاجواء اللي موجوده هنا او سواء العربيات اللي موجوده هي صنع مصري طبعا، وده تاكيد من الطلبه اللي كانوا موجودين ان السيارات اللي موجوده هي سيارات مصريه وصنع بايادي مصريه من الطلبه طبعا، ودي حاجه جميله جدا ورساله جميله جدا يا بسنت، ان ده بيطمننا قد ايه اولا على العقول المصريه اللي موجوده في طلبه الجامعات وطلبه كليات في مصر، وده الهدف من مسابقة رالي السيارات ان احنا يكون عندنا يعني تصنيع لصناعة السيارات الكهربائية في مصر. فالحقيقة كل الرسائل اللي سمعتها النهاردة من الطلبة وقد ايه هم اللي بيشتغلوا، وخليني اقول لك كمان انه في وقت قياسي جدا بيتم تنفيذ السيارة دي، يعني في ناس بتتكلم في 3 شهور في 5 شهور، فده يعتبر وقت قياسي في فكرة انه يصمم السيارة وانه طبعا يتم تنفيذها ووجودها على ارض الواقع، فده شيء جميل جدا. استعدادا للمشاركة في المسابقة يا محمود، مدى صح؟ المشاركة يعني 4 شهور وخمس شهور معلش بسنت، بس 4 شهور وخمس شهور خدوهم استعدادا للمشاركة في المسابقة صح؟ طبعا هم بيستعدوا فعلا في المدة دي تحديدا من بداية ما بيضعوا التصميم الخاص بالسيارة، وطبعا بعض الفنيات بقى الخاصة طبعا بالسيارات الكهربائية واللي خاصة بيهم طبعا بمشروعات كلية الهندسة. فالحقيقة الوقت القياسي ده بيقدروا ان هم ينجزوا فيه طبعا استعداداتهم سواء بالسيارة او حتى بعد ما بيتم تنفيذها، بيكون في استعدادات مهمة جدا قبل انطلاق كمان السباق بكام يوم. ويوم السباق تحديدا يعني احنا النهاردة كنا وبنشوف بعض الطلاب المشاركين اللي لسه بيشيكوا طبعا على بتاعتهم الحاجات الفنيه كده. احنا اكيد يا محمود هنرجع لك تاني كمان شويه عشان تنقل لنا باقي التفاصيل لكل اللي بيحصل على ارض العالمين ورالي السيارات بوجه التحديد. وانت مش فاهم فرحتنا ازاي كلنا هنا بالطلبه المصريين اللي هم لسه في كليه الهندسه، لكن بالفعل قدروا ان هم ينتجوا ويصنعوا عربيه كهربائيه ويشاركوا فيها في السباق. ففي الحقيقه احنا عايزين نعرف كل التفاصيل عن الموضوع ده، واكيد هنرجع نكمل بالتفاصيل ايه اللي حصل ورالي السيارات ايه اللي بيحصل فيه واستعدادات الطلبه للمسابقه عامله ازاي.